كاب اف ام الكلمة ليك كاب ويكاند مع أسماء باباي لحديش مواصلين معاكم نص نهار في كابيكانت. مرحبا واهلا وسهلا بكل مستمعينا فين ما كنتم قاعدين تسمعوا فينا واخترتوا لي فريكونس نتاعنا. وكما قلت باش نحكي ان شاء الله على حمله اسمها من حقي ندفع في دورتها الثانيه او في نسختها الثانيه. سعيده باستضافه السيد عماد بونيني رئيس لجنه الاعلام والعلاقات العامه في جمعيه تراحموا. مرحبا. مرحبا بك أسماء ومستمعي كاب اف ام. مرحبا سي عماد. دونك بدايه كنا نبداو نعرفوا الجمعيه. باهي تراحموا هي جمعية خيرية تأسست في مارس 2011 تم إدراجها في الرائد الرسمي بتاريخ 23 جوان 2011. ترمي الجمعية ذي إلى تقليص الفقر والنهوض بالحياة الاجتماعية لدى الشعب التونسي. في تراحم نأمنوا بأن الرقي بالمجتمعات مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية. جوستمون هذا هو دور دايوغ المجتمع المدني أنه معناتها يساهم ويعاون ويكون حتى داعم معناتها أباغ المؤسسات الحكومية وغيرها. بالطبيعة احنا في تراحم تنجم تقول وسيط ما بين المنفق والمحتاج. نسومان انترميديا في كل شيء، في الفلوس، في المعرفة، في الافكار. دونك كيفاش نقولوا نحاولوا اون ستابيليز معناها نقصوا ماك الفوارق الاجتماعيه الموجوده معناها. سي عماد فين مقر الجمعيه هذه؟ في منزل تميم. معناتها انتم عملتوها في منزل تميم لانكم يظلي من اصل الجهه معناها. اي اصيلي منزل تميم. داكوغ. باهي حكينا على المشاركين وعلى الاعضاء في الجمعيه. باهي الجمعية فيها رئيس جمعية فيها نائب رئيس جمعية كاتب عام. في الجمعية عندنا تو 3 سالاري زدنا ان كاتريام واحد ان كورديناتور جينيرال ليه بالامور المالية والادارية، واحد ليه بالاستقبال وتحيين الباز دوني نتاعنا، واحد اخر ليه بتحيين الملفات الاجتماعية يعمل زيارات ميدانية ويحيين الدوسيات معناها الاجتماعيات ونجيوها بشوي بشوي. وان كاتريام معناها الى ايتي ريكروتي تو معناها تو هذا باش يتلاها بالباز دو دوني هذيك لو بيرفيكسيونمون تاع الباز دو دوني وبالسيت انترنت ان شاء الله. انت قلت لي معناتها فما تحيين الملفات، معناتها فما فقراء هما يقدموا الملف نتاعهم باش انتم تعاونوهم؟ باهي من الاول احنا بدينا احنا نعملوا دي بروسبكسيون. الحاجة الباهية واللي برشا ناس ما تعرفهاش كونه الوازع الخيري موجود في تونس مقبل الجمعية. أنا نحكي أنا على منزل تميم. أنا وقت اللي بدينا نعملوا في لي بروسبكسيون وبدينا نكونتاكتيو في الناس ونلموا شوية إعانات إكسيتيرا، لقينا ناس عندها معناها هو مكلف روحه مثلا ب 10 15 عائلة. فهمت؟ خذينا من عنده الباهي. فما الوعي ديجا. ديجا معناها الحكاية مترسخة لدى معناها تبارك الله معناها أنومبغ محترم معناها. احنا جوست وصلنا خذينا عليهم الغلاف حاولنا كيفاش نأطروها الخدمة هذيك ووصلنا ولينا نلوجوا أكثر نبعدوا على منزل تميم أحواز منزل تميم. شاركنا في حملات إغاثة الذهيبة الصومال مشاركة معنا مع برشا جمعيات. شاركنا زادة في حملة الإغاثة متاع نداء الواجب سميناها في منطقة الغرة معتمدية غار الدماء عمناول موجة البرد والفيضانات اللي صارت في الشمال الغربي. دونك احنا وصلنا هذيك وبدينا كل معناها كل بيريود 6 شهور عام اون بيرفيكسيون معناها اون سومي اون كيستيون شنو اللي ناقصنا وكيفاش نجموا نطوروا معناها العمل نتاعنا. فوالا والتطوير ما يكونش معناها فقط بالاقتصار بالاعمال او بالحملات اللي تقوم بهم الجمعيه، انكم ساهمتوا حتى في الاعانات الوطنيه بالتنسيق وبالشراكه مع جمعيات اخرى. بالطبيعه. بون معناها اللي حكيت لك عليها نتاع الصومال هي قافله اسمها قادمون الى الصومال، الاغاثه هذه وصلت لمخيمات دادا بشمال شرق كينيا. شاركت فيها جمعية الخير، جمعية نور القرآن، جمعية الوفاء، جمعية تراحمو. وجون سوي سيغ سيغتان فما جمعيات أخرين بون يسامحوني اللي أنا ما سميتهمش. هي معناها حملة وطنية
حملة الذهيبة مع اللاجئين الليبيين في الجنوب التونسي تبارك الله معناها لوتوروت وقتها من انطلاقة لوتوروت معناها من الحمامات حتى لين وصلنا معناها للذهيبة قوافل من معناها من الجمهورية التونسية الكل. دونك الوازع الخيري والتطوع موجود في تونس معناها جوست بون انا نحكي على تراحم وجوست يلزم تطويره فهمتني والخدمة باش تكون افيكاس زي ما تتخدم معناها عمل مؤسساتي وكأنك تخدم في شركة فما يونيغارشي فما ان بروفيلاج معناها نتاع البيرسونيل كل واحد فما بروفيلاج ينجم حافز تشجيعي كمان باش يزيد يخدم بروفيلاج باش تفهم العبد اللي باش يخدم معاك اسكيلي ابت باش يعمل زيارات ميدانية وإلا إذا كانوا حشام تعطيه ان ترافاي ادمينستراتيف المتطوعين مثلا تلامذة طلبة اللي باش يساهموا في معناها في الحملات هذه اسكو معناها تحطوا تعطيه تاش نتاع يعبي كردونه ولا تعطيه تاش نتاع يسلم الكردونه هذيك ويتكلم ويقول كلمه خير معناها لك الزوالي والمحتاج ويوصل له سيرتو كونه احنا نو سوم دي انترميديير معناها كونه وراك برشا ناس انت ما تعرفهمش وما سمعتهمش وما عندك عليهم حتى فكره لكن يخموا فيك معناها فهمت حتى معناها انا نعرف مثلا الناس تعاون مرات ما يجيش النوم تو مثلا حمله من حقي نتفى اثنين مبرمجه 2013 في الجمعيه لكن صارت اون انسيتاسيون بالتليفون بار انترنت جاو ناس زارونا عندكم شي برنامج باش تعملوا حمله من حقي نتفى معناها تواصلوا حمله من حقي نتفى واحد نتاع عمناوي دونك فما ناس تخمم في الزوالي معناها با فورسيمون يكون معروف ولا يعرف بروحه لكن يقرا حسابه في فلوس ويقرا حسابه في افكار ويقرا حسابه حتى في لي بروبوزيسيون علاش ما تعملوش هكا اعملوا هكا كذا يقدموا له الاقتراحات حتى باش يكونوا هما فاعلين داخل الجمعيه مش جوست معناها نعطي فلوس ولكن نقدم اقتراحات ونقدم مقترحات باش نساهموا باش نعاونوا باش صوت يوصل كذلك سي عماد كان تحكي لنا اكثر على الحملات او التظاهرات اللي قامت بهم الجمعيه قبل من حقي في نسختها الأولى والثانية باهي مانيش باش نعاود حملات الصومالي اكسيتيرا هذوكم حملات وطنية نخليهم الحملات عندنا حملات موسمية اللي هي حملة قفة رمضان هذايا كل رمضان تصير الحملة هذه يليها مباشرة حملة زكاة الفطر احنا ما نجمعوش زكاة الفطر لكن اللي مكتعرف معناها التو في الوقت هذايا الوقت ولا بريسيو معناها برشا ناس ما عندهاش وقت ما عندوش وقت باش يلوج على الزوالي لشكون يعطي الزكاة اكسيتيرا دونك احنا همزة الوصل فهمتني نرتحوه يعني ناخذوا من عنده الزكاة ونوصلوها لماليه عندنا حملة اقرأ للعودة المدرسية هذه جوست قبلها بالضبط والمتمثلة في شنو بالضبط حملة اقرأ هي توفير الملازم المدرسية للتلاميذ فورنيتور سكولير الكراتب عندنا كلكو زيتيديون ما عندهمش حق الفويه حق لابونمون تاع الكار عندنا ناس تبارك الله ديزيليت في القرايه يحب يكمل ثوازيام سيكل نشوفوا كيفاش معناها نلقاو لو فينونسمون ولو اني موارد جمعيه على قدها مي قدره ربي ديما نلقاو الحل الحمد لله معناها قبل حمله اقرا العوده المدرسيه عندنا حمله كتابي لك كتابي لك الحملة هذه تتمثل في التلامذة اللي نشحت من نيفو نيفو معناها في الصيف نعملوا الحملة هذه ندوروا وناخذوا الكتب اللي ما عادش مستحقينهم فهمت هذوكم يوصلوا للناس اللي ما عندهمش باش يشري كتاب اكسيتيرا تلقاهم بونيتا اكسيتيرا عندنا حملة صدقة عيد الأضحى هذه فما ناس تجيب لك علالش تقول لك فرقهم على الزوالي فما ناس اللي تذبح العلوش وكما نقولوا تقرا حساب شويه لحم يجيبوا جلود فهمتني جلود نبيعوهم التاجر نتاع جلود هذيك والمداخيل هذوكم معناها نوظفوهم في الحملات الاخرين اكسيتيرا وعندنا حمله من حقي ندفع من حقي ندفع هذه تعملوها موسميه كل شتاء عملناها والسنة هي التواصل نتاعها التكملة نتاعها شنو تقييمكم للحملة الأولى في نسختها الأولى؟ حملة بون بيرسونيلمون نشوفها حملة نجحت معناها على أساس شنو معناتها أنت؟ على أساس لو نومبر دو فامي اللي مستهم الحملة هذيك باهي جوست هكا باش نعطي اون بوتيت إيدي الباز دو دوني في تراحمو فيها 680 عائلة أسجور معناها أوتوماتيكمون تعطينا 2385 فرد
من الافراد هذوك نعم. نلقاو 417 يتيم، نلقاو 174 ارمله، 31 مطلقه، و 247 معاق. بيه كيفاش تعرفتوا عليهم انتم؟ مشيتوا لزيارات ميدانيه؟ ميدانيه ميدانيه ميدانيه. نمشيو دونك عندنا ان سالاري هذاك معناها دور لكن افيك لو نومبر دو فامي عندنا لجنه اجتماعيه كامله هي اللي تدرس معناها الحالات الاجتماعيه هذه والملفات هذوما ويطب معناها ويتم تحيينهم في اون باز دو دوني. فما ديسكور مثلا نعطيك اكزومبل معناها العائله اللي تمشي لها اذا كان مالكه دار يجي سكور ضعيف، اذا كان كاري سكور قوي، اذا كان ما عندوش دار، اذا كان ما عندوش دار، اذا كان يخدم معاق عنده تغطيه اجتماعيه ما عندوش تغطيه اجتماعيه، صغيرات يقراو المراه تخدم، معناها تصير كيما سيليكسيون للاشخاص هذوما اللي ذات الاولويه تعاونوهم اكثر بالطبيعه او معناها بمقدار اكبر. اي معناها كل الباز دو دوني تعطيك معناها العائله هذه يلزمك تعاونها في الكوتي هذايا ماكله فرش بون الفرش مش كل عام انا تو عملناه اللي غطيناهم عملناه وما لناش باش نعاودوا نغطيوهم السنه فهمت دونك الزيارات هذوما الكل ريبرتوري عندنا في الباز دو دوني عندنا شيما حتى نتاع الديار وين بالضبط على جوجل ماب فهمتني دونك حتى كي باش نعملوا بروسبكسيون اون ايساي دو بيرفيكسيوني الزيارات نتاعنا دو تيل فاسون دو تيل فاسون معناها في اقل وقت ممكن نعمل اكثر زيارات باقل تكلفه وتكون بالطبيعه معناها حاجه بروفيسيونيل معناها فهمت دونك نجاوبك على السؤال على حمله من حقي ندفع واحد نتاع مناول الحملة هذه مست 250 عائلة 885 شخص تكاليف الجملية نتاع الحملة نتاع الشراءات ماهوش نتاع التبرعات العينية هما 3 ملايين و 924 دينار و 100 مليم التبرعات المالية اللي وصلتنا 2 ملايين و 193 و 850 مليم متخلط بذمة الجمعية مليون و 730 250 مليم دونك احنا في سيستمنا كيفاش نعملوا الحمله نهبطوا على الفيسبوك نعطيو لو نومبر دو فامي فهمتي اون باراليل نعملوا دي دوفي عند لي غروسيست عند معناها منين باش نشريو لي ماتيير نتاع الحمله هذيك ناخذوا لو دوفي لو موان ديزون ونخدموا عليه ونعملوا ديما ان بلان ا ان بلان بي معناها نقولوا احنا بار اكزومبل كيما حمله من حقي ندفع السنه لوبجيكتيف اسونسييل 80 عائله اللي هما 270 فرد اذا كان حجم التبرعات وصل معناها للي نطمحوا له ان شاء الله عندنا قائمه تكميليه فيها 21 عائله و75 فرد داكوردو مي احنا معناها ليسونسييل هذاك لو بريمورديال هو 80 عائله 270 فرد حتى لو كان ما فماش تبرعات ماليه ناخذوها على عاتق من ميزانيه الجمعيه بالكريدي الاعضاء نعملوا بورت ا بورت نمشيو رجال اعمال اون سو ديبروي معناها ما نحيروش مي ما هذوما 80 المهم الهدف يتحقق الهدف يتحقق ما فيهاش معناها سورتو كون احنا نحكيو راهو في دي بوزوان برانسيبو اللي هي ماكله من حقي ندفع تدفع ما تنجمش تقرا وانت قرسان ما تنجمش تقوم تخدم وانت قرسان ما تنجمش ترقد وانت قرسان دونك سي كيلكو شوز دو فيتال هنا باش نزيد نبعد بيك شويه راهو في تراحمه خدمنا على حاجات علميه دونك وقت اللي حكينا من الاول بين معناها في مارس 2011 حكينا معناها سور دي باز سوليد سور دي باز سيانتيفيك خدينا لا بيراميد دو ماسلو ابراهام ماسلو نتاع معناها البيراميد دي بوزوان هيومان ما تنجمش تخمم في تحسين مجتمع ولا تطوير مجتمع اذا كان عندك نسبه هامه من الناس ما تجاوزتش الباز نتاع البيراميد اللي هو لو بوزوان فوندامونتال دو في دونك خدمنا على الباز داكور دو موان توفروا معناتها الحاجات اللازمه في الباس بالطبيعه قلت انت حاجات اساسيه ما تنجمش تعمل على معناها على على افراد ولا على مجموعه افراد جيعان والا مريض وما عندوش باش يداوي والا قرسان
وكسو سوا راهو صغير معناها يكبر بك المونتاليتي هذيك وباللي يشوف فيه، وكسو سوا كبير اللي حائر في امره كيشوف صغيراته ناقص ماكله وما ينجمش يقريه ولا يخرج فيه من المكتب علاش على خاطر ما عندوش حق كار وما عندوش حق فورنيتور سكولير اكسيتيرا اكسيتيرا. نعم سي عميد باش نسألك، هل هناك تنسيق بينكم انتم كجمعية خيرية خاصة انكم تشوفوا العائلات هذوما الكل شنو محتاجين وغيرها ومع جهات مشرفة على هذا القطاع؟ بالطبيعة فما تنسيق كبير مع الشؤون الاجتماعية في معتمدية منزل سميع، علاقة كبيرة وطويلة معناها من اللي بدينا نخدموا معناها نخدموا اون كوبيراسيون. علاش؟ سهل ياسر، الشؤون الاجتماعية عندها ميزانية واحنا كيف كيف عندنا ميزانية واحد معناها ميزانية ماهيش قارة. فهمت ديما عندنا ديزيستيماسيون باش يدخلوا لنا فلوس كذا بون. بلدية منزل تميم مشكوره معناها قرات لنا حسابنا للعام الثاني نقولوا على التوالي معناها في زوز ملاي. دونك هذوما موجودين، عندنا ناس اللي تتبرع معناها كيما نقولوا احنا ريتم ستابل. عندنا ناس مثلا تتبنى عائلات، معنا عنا ناس يكلمك يقول لك اخويا نحب نوفر شهريا نتاع 300-350 دينار العائله. عمل لي سيليكسيون، بالطبيعه السيليكسيون هذيك تعطيها للبيانات الكل. الاسم ولقب جينيرالمون لا ديما دون لانونيما. فهمت؟ مرات هكا معناها كيلح وكذا درا شنو فما عائلات اللي تقبل زياره نوليو نهزوهم يزوروهم يشوفوهم اكسترا ليطمئن قلبه معناها اكثر الاقل. دونك علاقه كبيره مع الشؤون الاجتماعيه، اللي عنده إعانة من الشؤون الاجتماعية نحطوا هذايا في اعتبارنا باش الإعانة اللي كانت مشيت له تمشي لغيره، احنا باش نمسوا أكثر ناس. دونك ما بيننا احنا وما بين الشؤون الاجتماعية تولي التغطية أوسع وأكبر. والتغطية محلية فقط ولا مشيتوا لبلايص أخرين ليبل تونس وغيرها من المناطق الأخرى؟ مش معناها معناها اللي محلية معناها جوست منزل تميم، معناها تقتصروا العمل نتاعكم ميداني في مدينة منزل تميم فقط؟ في مدينة منزل تميم برانسيبالمون. مثلا نعطيك اكزومبل، عملناه اللي جاتنا حالة في سليانة بنية مريضة إذا ما تعمل اوبيراسيون وتطلع لفرنسا اكسيتيرا، تنقلت أنا ورئيس الجمعية و هي اتصلت بكم أكيد. مش هي اتصلت بينا، هو جاء ميساج على الفيسبوك. بون ولو أن احنا متحفظين شوية على الميساج هذوما ما قلنا علاش بوركوا با نمشيو نشوفوا، ما أنا مش باش تكلف الحكاية. فهمتني؟ معناها اتيتر بيرسونيل تحولنا مشينا وعملنا صورنا حكينا مع الراجل اكسيتيرا، شفنا الطفله طلينا عليها مريضه بون ابارامون مريضه معناها فهمت تتكلم هي لاباس ودرا شنو زعما اوبيراسيون على القلب خدمنا على اساس كونوا باش نواصلوا معاها معناها باش ناخذوا لو دوسيي هذاك وباش ندوروا كالعاده وعلى الناس اللي تنجم تفينونسي لاكسيون اكسيتيرا. طلبنا من والد الطفله هذه طلبنا ان دوسيي ميديكال اوريجينال ولا كوبي كونفورم. فهمت ما تعرف معناها انسان باش ياخذ فلوس من عند ناس يا تمشي في حقها والناس معناها مطمئنه واحنا مطمئنين سينو لا. فهمت؟ طلبنا قعد هكا شويه كل مره بعثتها وجا هز واحد من تونس اكسيتيرا. دونك رينا من الاصلح كون فما مومات لربما في الاخر بالكل بون كلمته في التليفون قال لي راهو الطفله سي مشات لفرنسا وكذا. بون الحمد لله يا ربي ربي يشفيها وبجيكتيف اتان بالنسبه لنا احنا. فهمتني؟ وما كناش نجموا نزيدوا نمشيوا ابعد من هكاك طونك ما عندناش كونفيرماسيون تاع الكا مالاديف. نعم باش تعطينا اكثر تفاصيل بخصوص الحمله في نسختها الثانيه، حمله من حقي ندفع في دورتها الثانيه، كيفاش الساده المستمعين قاعدين يسمعوا فينا كيفاش نجموا يتواصلوا معاكم، كيفاش نجموا يعاونوا ويساهموا في هذه الحمله؟ باهي التواصل اللي نجم يتم عن طريق الفيسبوك سيرتو بالنسبه للناس اللي اللي بعاد على منزل تميم معناها ينجموا يبعثوا دي ميساج. فما حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا من خارج تونس ويحبوا يعاونوا ايضا معناها ينجموا يتصلوا بكم على الباج اوفيسيال نتاعكم. على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك تلقى لي كوردوني الكل، نوامر التليفون، الفاكس، الكونت كورون. عاملين كونت خاص بالزكاه، ماك تعرف مصارف الزكاه اسلاميا عندها مصارف معناها حددها ربي. فهمتوا؟ عندنا كونت في البوسطه هذاك كونت نتاع التبرعات والصدقات اكسيتيرا معناها. نعم وقتاش تبدا هذه الحمله؟ انطلقت البارح، التوزيع انطلق البارح. داكور معناها بديتوا تلموا في الفلوس والحاجيات هذوما المستلزمات الكل وبديتوا معناها ديجا تقدموا فيهم للعائلات المعوزه. باهي نزيد نفسر لك شويه اسماء. احنا حددنا كميه الاغطيه الصوفيه والجراري اكسيتيرا ناخذوهم. فهمتي الونكونتر دان شيك داكوردو ونخدموها الحمله
ومن بعد نصفيو معناها ديجا هو اللي بيعنا تلقاه يعرف اللي هي جمعية خيرية واللي هي تلم في الفلوس اكسيتيرا فهمتني. ناخذوا التبرعات هذوك نخلصوا بهم كان غطاو الحمد لله يا ربي كان ما غطاوش الحمد لله يا ربي اما نجبدوا شويه من الميزانيه نتاع الجمعيه ولا من اللي متوفر في الكونت. واضح واضح. شكرا لك سيد عماد بونيني رئيس لجنه الاعلام والعلاقات العامه في جمعيه تراحم وشكرا لك ان شاء الله التوفيق لكم. بارك الله فيك. كاب اف ام الكلمه ليك.